أنه بهذه القوة. لا نتحدث عن أبويل نيقوسيا لكن حتى عن بايرن ميونخ. يبدو أن النهائي الأوروبي كما تمنى ميشيل بلاتيني من الممكن أن يكون بين ريال والبارسا بالفعل، أن يكون كلاسيكو إسباني في أوروبا. كريستيانو رونالدو يراقب الكرة فقط، يتابعها، لم يلمسها، يعني حتى إذا كان متسللا لا يفسدها كما فعل به ناني مرة في مباراة للبرتغال أمام إسبانيا، عندما رفعها كريستيانو فوق زيس فتابعها ناني المتسلل فضيع الهدف على كريستيانو وضيع